الرفاعيات في ندى شعرة أهل بيت وأهل بيت دولة الكويت فيها صعدت وتفوقت يمكن على شوقيات الله يعلم عند قبر أبوها رابطة الأدباء، وأنا اليوم لقيت لها قصيدة باقة ورد. اسمع يا الإدريسي، بحر الكامل تقول الندى: يا ورد كم للورد من كلماتي، تروي الحنين بعابق النسمات، يا زينة بين الديار وبهجة تهدى جميع تهدي جميع الورد في الجنبات، يا بسمة للزائرين تحفهم تبدو برونق رقة النسمات اللمسات، يا فرحة بالقادمين تضمهم ببشائر في أسعد اللحظات، فإذا توافدت التهاني المنى فاح العبير بدفقة الخلجات، واختال ورد في السلاسل بزهوه بان الوصال بأين عز الزهرات، وإذا تمازدت المشاعر بالهنا باح الأريج بأصدق الكلمات. عمي يا بياع الوريد، وشكرا.